أخبار اليوم. اتحاد المستثمرات العرب تم الإعلان عنه وإشهاره في 1/6/2005. الحقيقة هو وليد جمعية سيدات الأعمال للتنمية اللي تم تأسيسها سنة 1999. الحقيقة كنا مجموعة سيدات أعمال وعايزين يبقى لينا كيان ومنبر نتكلم فيه باسم المرأة العربية في قطاع الاقتصاد والاستثمار. مشروعاتنا كلنا سيدات أعمال، يمكن معظمنا من قطاع الصناعة، مش كده؟ بنحب قوي سيدة صناعة مش سيدة أعمال. جمعية سيدات الأعمال للتنمية مصر، فبدأنا فعلا نشتغل على الفكرة ونأسس اتحاد للمستثمرات العرب يجمع كل سيدات الأعمال، لكن المستثمرات اللي هم يعني عندهم قدرة مالية معينة، علشان نقدر فعلا يبقى لينا دور مع المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة، وننمي مشروعاتنا ونفتح مجالات للتصدير ومجالات للتبادل التجاري وأيضا التبادل والتعاون الاستثماري. والحمد لله توفقنا في 1/6/2005 تم إعلان ميلاد اتحاد المستثمرات العرب، وده الحقيقة كانت يعني نقطة محورية للمرأة العربية المستثمرة ونقلة جديدة وليها مصداقية، لأن احنا طبعا كل واحدة فينا بترجع لبلادها، بترجع للقوانين، بتشوف ايه المزايا الاستثمارية الجاذبة، ايه المزايا اللي ممكن كل واحدة تدعم الاتحاد من خلال. فهو عمل قطاع خاص بتقوده المرأة اللي ليها فكر وليها رؤية استراتيجية لعملها ولبلادها. الحقيقة في مشاركة واسعة جدا، وده يمكن هيبقى واضح خلال مؤتمر التعاون العربي المشترك، أساس التنمية ودرع السلام. النهاردة مبقاش ينفع أن حد يشتغل لوحده، لازم إحنا يا دول عربية لو ما وعيناش للخطر اللي جاي على بلادنا واللي مع الأسف بتعاني منه دول كتير عربية، هتبقى مشكلة كبيرة للأجيال اللي جاية. الحقيقة من مصر متقدم حوالي 8 مشروعات كبار، من ضمنهم مثلا هيئة المواني، الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، مقدمين مشروعات ضخمة جدا، سعادة اللواء هشام أبو سنة. عندنا مشاريع أخرى مقدمة من جنوب مصر، من محافظة سوهاج، سعادة المحافظ أيمن عبد المنعم مقدم مشروعات ضخمة جدا للاستثمار المشترك. هنا في مصر الاتحاد في القاهرة، الاتحاد مقدم مشروع ضخم جدا بالتعاون مع هيئة من هيئات القوات المسلحة الكبيرة، مشروع في قطاع في مجال الصحة، مشروع ضخم جدا هيتم عرضه ومناقشته على المستوى العربي والإقليمي. ففي عدة مشروعات ضخمة هتقدم العربي. طبعا ما شاء الله مملكة البحرين جايبين عدة مشروعات هيفصحوا عنهم أثناء المؤتمر. موقعين اتفاقية شراكة بين جمعية سيدات أعمال البحرين واتحاد المستثمرات العرب، وقعنا بروتوكول تعاون، وده كان في البحرين في مؤتمر سيدات الأعمال البحرينيات برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة زوج قرينة ملك البحرين. فطبعا هم جايبين مجموعة مشروعات ودراسات، الغرفة التجارية البحرينية، جمعية سيدات الأعمال، المجلس البحريني المصري المشترك برئاسة أستاذة أفنان الزياني من الجانب البحريني، جايبين الحقيقة عدة مشروعات على مستوى هام جدا، وده كان متفق عليه وإحنا في البحرين، فإن شاء الله ده برضو هيكون شيء رائع. أيضا الكويت، المغرب، السعودية، الحقيقة كلهم جايبين مشروعات مميزة، لكن هيتم الإعلان عنها في يوم افتتاح المؤتمر بإذن الله.